يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا. أم كلثوم كان ليها دور عبقري يدرس وعلى جميع المستويات الحقيقة. كان قرار يعني أبحث على رحلات أم كلثوم اللي بعد الهزيمة. ما نعرفش نقول كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمة. أهم المحطات في حياة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. لما حد يشوف عمر وفاتن ماشيين مع بعض يقول لك ده اللي اتجوزته فاتن حمامة. فنانة فايزة أحمد لما كانت بتتعامل مع ملحنين تانيين احنا قلنا انه محمد سلطان كان بيفرح لها وكان بيحب لها النجاح، طب العكس ولا كست كانت ممكن تكون كانت بتغير شوية؟ لما فايزة ارتبطت وتزوجت الموسيقار محمد سلطان هي كانت في مهمة صعبة، لان هي قالت له انت اتجوزتني بس انت ما بتحبنيش. انا حبيت اقدم حاجة ما حدش عملها قبل كده اللي هي سيرة روائية. محمد قنديل كان هو الضمير بتاع الثورة اكتر من عبد الحليم حافظ. انا بستغرب جدا ان ممكن تكون الام لحد النهاردة ما قريتش ولا كتاب في التربية. عندنا مفاجأة، استاذ زهران القاسمي لأول مرة اعمل مقابلة في تلفزيون مصري، البوكتيوبر، هيدونا ترشيحات للقراء وبالذات في فصل الصيف وبالذات للقراء سنة اولى قراءة. يحكى أن مع رانيا السيد الأحد السابعة مساءً على قناة مصر الأولى.